إلى التفاصيل ونبدأ بالشأن الصيني، حيث بدأت السلطات الصينية أعمال مؤتمر العمل الريفي المركزي يوم الخميس من أجل رسم الأولويات للتنمية الزراعية في عام 2016. ومن المتوقع أن يركز المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين على التكامل بين الزراعة وصناعة الخدمات وإصلاح الأراضي والتجارة والإلكترونية في المناطق الريفية، بالإضافة إلى تحديث قطاع الزراعة. وحول الشأن الصيني أيضا، أرسل رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشانغ يوم الأربعاء رسالة تهنئة بمناسبة انطلاق بناء القطاع الصربي من مشروع الخط الحديدي بين المجر وصربيا رسميا. قال لي في رسالته أن هذا المشروع يعد رائدا في التعاون بين الصين وصربيا والمجر، وإن انطلاقه يرمز إلى أن التعاون بين هذه الدول الثلاثة قد اتخذ خطوة جديدة هامة، ويرمز أيضا إلى أن التعاون العملي بين الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية قد وصل إلى نقطة بداية تاريخية جديدة. وأشار لي إلى أن الصين ترغب في العمل مع صربيا والمجر على دفع تنفيذ المشروع وفقا للتوافقات والاتفاقات التي تم التوصل إليها وضمان إكمال المشروع في موعده المحدد وتشغيل هذا الخط الحديدي في أسرع وقت ممكن. ذكرت أنباء أن جزءا من ميزانية الإنفاق الدفاعي الياباني لعام 2016 ستستخدم لحراسة جزر دياويو الخاضعة للسيادة الصينية. وبهذا الشأن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي خلال مؤتمر صحفي دوري أن الصين تأمل من اليابان التعلم من التاريخ والحفاظ على التنمية السلمية. بسبب المخاوف التاريخية، فقد أثار تحرك اليابان في القطاع العسكري والأمني اهتماما كبيرا في الدول المجاورة لها في آسيا والمجتمع الدولي. نأمل من اليابان في أن تتعامل مع التاريخ كمرآة وأن تحافظ على التنمية السلمية من أجل لعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي وزير الخارجية السورية إلى زيارة الصين من أجل بحث السبل المساعدة في عملية السلام. وفي الوقت نفسه قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن سوريا مستعدة للمشاركة في محادثات السلام في جنيف. يجب أن نتمسك بالحل السلمي للقضية السورية، والشعب السوري هو من يقرر مستقبل ومصير سوريا، والأمم المتحدة تلعب دورا رئيسيا في المفاوضات، واتفقنا على أن هذه المبادئ الثلاثة يجب الالتزام بها في جميع مراحل عملية السلام في سوريا. سوريا مستعدة للمشاركة في الحوار في جنيف دون أي تدخل خارجي، وسوف يكون وفدنا جاهزا في أقرب وقت ممكن عندما نتلقى قائمة من وفد المعارضة. اتفقت الصين وسوريا على المبادئ الضرورية لمحادثات السلام بين الحكومة والمعارضة السورية. وفيما يتعلق بمصير الأسد، لم يقدم وانغ يي إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كانت الصين تعتقد أنه يجب أن يبقى الأسد في السلطة، لكن قال أن الصين تعتقد أن مستقبل سوريا بما في ذلك قيادتها يجب أن يقرره شعبها، وتعتزم الأمم المتحدة عقد محادثات سلام في جنيف أواخر يناير المقبل. هذا وتمت الموافقة على قرار الأمم المتحدة يؤيد خريطة الطريق الدولية لعملية السلام السورية يوم الجمعة الماضي، وتأمل الحكومة السورية في أن يساعد الحوار على تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن ناحيتها، عقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الخميس مؤتمرا صحفيا لشرح وجهة النظر الروسية في القضايا الإقليمية والدولية الساخنة، حيث أجابت على أسئلة الصحفيين. قالت زاخاروفا إن روسيا ترحب بمواصلة الصين دفع محادثات السلام ولعب دور بناء في تسوية سياسة للأزمة السورية، في إشارة إلى دعوة الصين لممثلي الحكومة السورية والمعارضة لزيارتها. مشاهدينا، نواصل الأخبار وما زلنا أيضا في الصين، ومع الانهيار الأرضي الذي دفن ودمر أكثر من 30 بناية في منطقة صناعية بمدينة شنجن جنوبي الصين. وبهذا الشأن قال مسؤول الحكومة المحلية أن أعمال الإنقاذ لازالت جارية، وبدأت الأعمال أيضا فيما بعد الكارثة بما فيها مساعدة أفراد أسر الضحايا والشركات المتضررة. قالت السلطات المحلية إنها قد ساعدت أسر الضحايا من خلال توفير المساعدات اللازمة والمتنوعة، مضيفة أن أكثر من 4600 شخص قد تأثروا بالكارثة،
وحتى الآن خرج من المستشفى 2 من الجرحى 17 الذين تم إرسالهم إلى المستشفى بعد الانهيار الأرضي الضخم، وتم إنقاذ ناج وانتشال 4 جثث، في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وتواصل الآليات الثقيلة الحفر خلال آلاف الأطنان من الأتربة والأنقاض الناجمة عن الانهيار، كما تم إرسال الفرق الطبية التي تشمل الأطباء والممرضات وعلماء النفس إلى 9 ملاجئ مؤقتة بالقرب من موقع الحادث. من بين ضحايا 75 يوجد أولئك الذين ما زالوا في إعداد المفقودين، وقد اتصلنا بأفرار أسر 59 منهم، وحتى الآن استضفنا 270 فردا من أسر الضحايا، وتم إنشاء فرق خدمات مباشرة لتقديم الخدمات النفسية والقانونية وإريحة لهم. حصلت قيادة الإنقاذ صباح أمس الخميس على خبر مفاده بأن بوجود مستودع للمواد الكيميائية الخطرة الذي تغطى بالتراب والصخور في شمال شرق موقع الانهيار الأرضي في شنجن، وقد تم إغلاق هذه المنطقة على الفور لتجنب أي تهديدات أمنية. وفقا لعمال الإنقاذ، فإن هذا المستودع دفن بفعل الانهيار الأرضي كليا على عمق حوالي 15 مترا، فلم يتمكن العمال من التأكد من درجات التدمير وأنواع المواد الكيميائية الخطرة المتواجدة بداخله، وقد تم إغلاق هذه المنطقة حاليا. تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 600 متر مربع، وهي مكان رئيسي، وقد حددنا المناطق المحظورة في 50 متر من المحيط، وحظر دخول أي شخص إلى المكان الرئيسي. أما في المناطق المحيطة للخمسين متر لا يمكن استعمال المعدات بها، وكل ذلك لتجنب وقوع حوادث طارئة أخرى. تم إنشاء مجموعة معالجة مشتركة بين قطاعات الأمن العام والمطافئ ومراقبة سلامة العمل، وسوف تجري المجموعة استفسارات وتحقيقات مع المؤسسات المعنية في موقع الحادث، وبعد التأكد من نوع المواد الكيميائية الخطرة ودرجة التدمير للمستودع سترسل مجموعة مهنية للمعالجة. بدأت البعثة العلمية الصينية 32 تفريغ الإمدادات في منطقة الجليد الأرضي الواقع على بعد 25 كيلومترا من محطة تشونشان بعد رحلة تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات. تم تفريغ جميع الإمدادات عن طريق المروحية في محطة تشونشان بعد التأكد من سلامة وإمكانية التفريغ بسبب الطقس المحلي القاسي ووضع الجليد المتدهور. وتم نقل العالمين أو العاملين والإمدادات بسلام ونجاح المرحلة الأولى من الأبحاث العلمية في القطب الجنوبي بعد أكثر من أسبوع. وبعد تسليم الإمدادات وجمعها انطلق الفريقان البريان إلى منطقة جبل جروف التي تقع على ارتفاع يقدر بألفي متر فوق مستوى سطح البحر، ومحطة كونلون الواقعة في أعلى مناطق القطب الجنوبي التي يصل ارتفاعها إلى 4000 متر فوق سطح البحر. اختتم مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي يوم الاثنين الماضي، حيث تم التوصل إلى 5 مهام رئيسية للتنمية الاقتصادية في الصين خلال عام 2016، وقد جاء موضوع خفض الطاقة في المرتبة الأولى. أصدرت مصلحة الإحصاءات الصينية بيانا قالت فيه إن 5 من الصناعات الرئيسية التقليدية المفرطة في الطاقة الإنتاجية قد أظهرت جميعها انخفاضا من حيث الإنتاج وهبوط الأسعار وتدهور الحالة، وهي الصلب، المعادن غير الحديدية، الفحم، الإسمنت والنفط. وفي الوقت نفسه أكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في بيانها أن قدرة الإنتاج المفرطة في البلاد أظهرت حاليا ميزات على نطاق واسع من حيث المهنة واستمرت بالوقت الطويل. من الضروري تخفيض الطاقة لوقف هبوط الأسعار، مما سيعود بالنفع علينا من ناحية جودة الحياة ويحقق الأرباح لشركتنا. أصبح حل مشكلة قدرة الإنتاج المفرطة مفتاحا هاما لمعالجة صعوبات هيكل الاقتصاد الصيني، من حيث تخفيض الطاقة على نطاق واسع والمدى الطويل والمهام الشاقة. ونشر في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي ترتيبات مستقبلية في السياسة، واتخذت تدابير متعددة وخاصة للتخلص من الشركات الخاسرة لعدة سنوات والتي تعتمد على الإعانات الحكومية والقروض البنكية.
في الواقع لم تقدم هذه الشركات إنتاجات كثيرة وتعتمد على وسائل متنوعة من المساعدة للحفاظ على إدارتها، لذلك نقول إنها تحتاج إلى تغيير شامل، الأمر الذي يشبه القيام بعملية جراحية. ها هو التكيف الهيكلي. قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح سو شاوشي في مؤتمر العمل الوطني للتنمية والإصلاح أن التعاون مع الشركات التي تعتمد على دعم المقرضين والحكومة من أجل تجنب الانهيار يعتبر أساسا رئيسيا لحل مشكلة القدرة الإنتاجية المفرطة، ويجب أن يتم استخدام آليات السوق والوسائل الاقتصادية القانونية لحل هذه المشكلة. على الحكومة أن تجبر المشكلة القدرة الإنتاجية المفرطة على الانسحاب من السوق من خلال تشديد السياسات المتعلقة بحماية البيئة واستهلاك الطاقة ومعايير فنية. كما ينبغي على الحكومات في جميع مناطق البلاد أن تتعامل مع مشكلة القدرة الإنتاجية المفرطة بشكل منظم حسب الظروف المحلية من أجل ضمان استقرار الاجتماعي. وتعمل الحكومة الصينية الآن على حل مشكلة القدرة الإنتاجية المفرطة وأعداد زخم النمو الجديد وتوفير الإمدادات الفعالة، وبالإضافة إلى ذلك فعملية التكيف الهيكلي الصينية ستهتم بالتوازن الشامل وفق الاتجاه الجديد الطبيعي. سنعمل على زيادة أصناف المنتجات وتحسين الجودة وخلق العلامات التجارية لسداد الطلب بترقية مستوى الهيكل الاستهلاكي، ويجب تطبيق السياسات حسب الصناعات المختلفة بشكل عميق بحيث جعل السياسات أكثر دقة وفاعلية. وعودة إلى التفاصيل، حيث وصلت القوات العراقية أمس الخميس معركها العنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرمادي غربي العراق، حيث تقدمت إلى المنطقة الأخيرة التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف بالمدينة. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 250 إلى 300 من المسلحين يتمركزون هناك، كما أفادت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية نقلا عن مسؤول عراقي أن التنظيم المتطرف دائما ما يرسل انتحاريين أو قناصين لشن هجمات، إضافة إلى زرع عدد كبير من المتفجرات في الشوارع والبنايات داخل الرمادي. هذا وقد تبطأت عملية استعادة المدينة وقامت القوات العراقية بتطهير الطرق من الألغام لتقليل الخسائر البشرية. ومن ناحية أخرى، أضافت القوات العراقية أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن في اليوم ذاته غارات جوية على العديد من أهداف التنظيم بالرمادي من أجل مساعدة القوات العراقية على استعادة المدينة في أقرب وقت ممكن. نفى العراق أي صلة له باختطاف 26 صيادا قطريا على الأقل في جنوب البلاد كانوا قد اختفوا في وقت سابق من هذا الشهر. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال زيارته إلى الكويت. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف حتى الآن، لكن مزاعم أفادت بأن الخاطفين أعضاء في قوة الحشد الشعبي التي ترتبط بالحكومة العراقية. وبعد محادثات مع نظيره الكويتي، طلب أحد المراسلين من وزير الخارجية العراقي التعليق على تلك المزاعم. أنا أمسي بدرس قاطع أن تكون القضية لها علاقة بالحكومة العراقية، والذي حصل هو خنجر وجه إلى العراق مثل ما وجه إلى قطر، وأيضا في جيل الأرض العراقية موضع احترامنا وتقديرنا ويحظى بحمايتنا. الأشياء داعش الآن موجودة بالموصل بموافقة عراقية، ما كل شيء وجد على الأرض إلا بموافقة الحكومة. هناك تخلخل أمني يجب أن نعترف به، واستغل أعداؤنا هذا الخلل الأمني الموجود، الفراغات الأمنية. مجموعة كبيرة من المسلحين المجهولين خطفوا 26 قطريا على الأقل من مخيم الصيد الصحراوي القريب من الحدود السعودية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن من بين المختطفين أعضاء في الأسرة الحاكمة القطرية أيضا، فيما قالت الشرطة العراقية في اليوم التالي إن 9 أشخاص على الأقل تمكنوا من الفرار وعبروا إلى الكويت. وشنت قوات الأمن العراقية حملة للبحث عن القطريين في الأراضي المهجورة حيث يعمل عدد من الميليشيات المسلحة. وقالت قطر مرارا إن مواطنيها عبروا الحدود إلى الأراضي العراقية وفق تصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية.
الجدير بالذكر أن المواطنين الأثرياء في دول الخليج غالبا ما يقومون برحلات إلى دول من بينها باكستان وأفغانستان والعراق للصيد بالاستعانة بالصقور دون معرفة بالحدود الجغرافية ودون اتخاذ تدابير احتياطية. عقد أمس الخميس في القاهرة اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية، حيث أصدروا بيانا طلبوا فيه تركيا بسحب قوتها من شمال العراق دون قيد أو شرط، واصفين التدخل التركي بالاعتداء على السيادة العراقية والتهديد للأمن القومي العربي. وقدمت في البيان الجامعة إلى مجلس الأمن الدولي هذا البيان. وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن دخول القوات التركية إلى العراق انتهاك واضح للقانون الدولي. وأكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن العراق يطالب تركيا بسحب قوتها من العراق دون قيد أو شرط. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الخميس. وعقب اللقاء أصدر الزعيمان بيانا مشتركا قال فيه أن روسيا والهند ستطوران صفقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدين أن التعاون العسكري التقني سيكون أحد العناصر الهامة في ذلك. كما توصل الجانبان إلى اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي والطاقة النووية وغيرها من المجالات. قال فلاديمير بوتين إن صفقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة تغطي القضايا السياسية والتعاون على الساحة العالمية وكذلك التعاون المشترك في مجال العلوم الإنسانية، مضيفا أنه في ظل الوضع الاقتصادي المعقد الحالي فإن زيارة مودي جاءت في وقت مناسب جدا، حيث يحتاج البلدان إلى مناقشة بعض القضايا الرئيسية. وفي أعقاب الاجتماع عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا أعلن فيه التوصل إلى اتفاق تعاون في مجال الدفاع والطاقة النووية. ستنتج روسيا والهند بصفة مشتركة نظام الصاروخ براخوموس، كما ستنتج روسيا عددا كبيرا من الصواريخ المضادة للغواصات للهند. إن الاتفاق بين الحكومتين حول تصنيع مروحيات كاموف 226 في الهند هو المشروع الأول لمنصة دفاعنا الرئيسية في إطار مهمة صنع في الهند. كما ستبني روسيا 6 مفاعلات نووية في الهند في السنوات 20 المقبلة. وقد دعا البلدان إلى إنشاء تحالف واسع لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. شنت الشرطة الأفغانية هجوما عنيفا على حركة طالبان في منطقة سنجين بمقاطعة هلمند الأفغانية. وقال ميرزا خان رحيمي حاكم المقاطعة أمس الخميس أن قوات الأمن الأفغانية شنت هجوما على حركة طالبان في منطقة سنجين منذ مساء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 50 مسلحا من طالبان وإصابة العشرات، مضيفا أن الاستقرار عاد إلى المنطقة. تسيطر قوات الأمن الحكومية الأفغانية على منطقة سنجين بالكامل، أما حركة طالبان فلم تسيطر عليها بشكل كامل. أرسلت الحكومة الأفغانية إمدادات عسكرية إلى منطقة سنجين حيث ما زال القتال العنيف بين الجانبين متواصل. وصلت قوات الأمن والقوات الخاصة إلى منطقة سنجين جوا وبارا وما زالت العملية العسكرية في المنطقة متواصلة. ووفقا لمسؤول من الشرطة المحلية بمنطقة سنجين، احتل مسلحو طالبان المنطقة المحيطة بمبنى الإدارة الحكومية لسنجين، غير أنهم سرعان ما طردوا منها. وقال المتحدث باسم جيش حلف الناتو لدى أفغانستان إن القوات الأمريكية شنت غارتين جويتين مساء الأربعاء الماضي على منطقة سنجين وما حولها. كما قال المتحدث باسم القوات الحكومية الأفغانية لدى مقاطعة هلمند إن القوات الأفغانية شنت غارة جوية على حركة طالبان في سنجين ليلة الأربعاء الماضي وقتلت العشرات من مسلحي طالبان، مضيفا أن العملية العسكرية الحكومية تباطأت بسبب استخدام حركة طالبان مساكن المدنيين مخابئ لهم. وإلى المحطة الأخيرة من جولتنا الإخبارية وعودة إلى شأن الصيني وإلى أيضا أخبار القناة العربية الدولية التابعة لتلفزيون الصين المركزي، حيث قام وفد من قناتنا بزيارة مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
في الفترة ما بين 16 و19 من الشهر الجاري، حيث عقد محادثات مع رئيس التلفزيون المصري مجدي لاشين. وناقش الجانبان استضافة أنشطة الأسبوع التلفزيوني المتبادل وإقامة مسابقة المواهب باللغة العربية الثانية لتلفزيون الصين المركزي في مناطق المسابقة الفرعية بمصر. ووضع خطة التعاون في إنتاج البرامج التلفزيونية لذكرى 60 لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين الصين ومصر. خلال المحادثات قدم الوفد معلومات حول حالة التنمية للقناة في السنوات الأخيرة وتفاصيل أنواع البرامج ووقت بثها. وطرح الوفد اقتراحات حول استضافة الأسبوع التلفزيوني وبث البرامج المتبادلة وتبادل البرامج على المدى الطويل. من جهته أعرب الجانب المصري عن نيته للتعاون وأمله في استضافة أنشطة أسبوع الصين التلفزيوني في التلفزيون المصري خلال عطلة عيد الربيع الصيني التقليدي عام 2016، بينما يقام أسبوع مصر التلفزيوني في القناة العربية الدولية لCCTV في شهر مايو من عام 2016. يذكر أن عام 2016 يصادف الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، ويعتبر ذلك نقطة مهمة بالنسبة إلى شعبي البلدين. لذا خططت القناة العربية الدولية برنامج 60 عاما 60 شخصا بالتعاون مع التلفزيون المصري لإظهار خبرات الأشخاص من مختلف الفئات في الصين ومصر، إضافة إلى إظهار الصداقة الودية بين الشعبين والتبادل الشامل في شتى المجالات خلال السنوات 60. وبخصوص هذا البرنامج أشار الجانب المصري أنه سوف يفيد التبادلات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصاد والثقافة. هذا واستضافت القناة العربية الدولية مسابقة المواهب باللغة العربية الأولى لتلفزيون الصين المركزي بكل نجاح عام 2014، وسوف تقام الدورة الثانية في عام 2016. وأشار الجانب المصري إلى أن إنشاء مناطق المسابقة الفرعية في مصر سيمثل مستوى القناة، وفي الوقت نفسه سيعزز انتشار تأثيرات اللغة الصينية في مصر والدول العربية الأخرى. وبعد المحادثات أجرى رئيس التلفزيون المصري مجدي لاشين مقابلة مع القناة العربية الدولية، حيث قال إن القناة بذلت أقصى الجهود لتحقيق تنمية كبيرة في سنوات قصيرة، ويجب عليها أن تهتم بالتعاون الدولي في المستقبل، ويتطلع التلفزيون المصري إلى إجراء المزيد من التعاون الشامل معها. هو نتمنى أن 2016 أنا بعتقد أنه هو سيصبح عامل التعاون الجيد ما بين التلفزيون المصري والتلفزيون الصيني المركزي، لان بعتقد ان احنا عندنا عادات وتقاليد متشابهه جدا، عندنا عادات اجتماعيه قريبه من بعضها، نظرا لاننا بلاد ذات حضاره متشابهه تمتد في عمق التاريخ. فارى ان احنا يعني ان شاء الله 2016 هيكون عام جيد للتعاون المصري الصيني في مجال التلفزيون. سنقوم بتبادل المواد، لقد اهتمونا بعض المواد، وحتى في 2015 كنت اهتمونا مسلسلين من التلفزيون الصيني تم عرضهم في التلفزيون المصري ولقوا نجاحا لدى الجماهير وتقبل جيد جدا. ونأمل ان في 2016 بعض المواد اللي حضراتكم قادمين بيها نبصها على التلفزيون المصري، وسنوفيكم بميعاد الاذاعه، وسنوفيكم ببعض المواد التي تعبر عن مصر وعن الشخصيه المصريه لاذاعتها في التلفزيون الصيني، حتى نستطيع ان نعرف الشعب الصيني بعادات وتقاليد المجتمع المصري وما يحدث اجتماعيا داخل المجتمع المصري ليزيد التواصل ما بين الشعوب، وهذا ما نحرص عليه دائما. يعني لعل حتى القياده في مصر في كل المراحل اللي فاتت واضح جدا السنتين ثلاثه اللي فاتوا ان احنا حريصين جدا على ان تصل الشخصيه المصريه الحقيقيه لكل شعوب العالم، فلابد ان يكون لنا دور في هذا من خلال التلفزيون الصيني، ونحن سعداء بهذا التعاون. مشاهدينا أنتم تشاهدون القناة الصينية الناطقة باللغة العربية. لهنا نختتم الأخبار، أشكركم وإلى اللقاء.